أرنست هيمنجواي. يعد هيمنجواي نفسه واحدا من أبناء الجيل الضائع، وهو الجيل الذي نشأ تحت وطأة الحرب العالمية الأولى، وقد كان سائقا لسيارات الإسعاف أثناء هذه الحرب، وعمل لفترة مسارعا للثيران، وعاش لفترة طويلة أمريكا مغتربا في باريس، وقد أصبح مدمنا للخمر طوال هذه الفترات. تزوج هيمنجواي 4 مرات ونجا من الموت مرتين في أقل من شهر في حادثين تحطمت فيهما الطائرتين اللتين كانتا تنقلان أثناء رحلة سفاري في أفريقيا. هيمنجواي عبر رحلته لأفريقيا ظل أغلب عمره مراقبا من السلطات الأمنية الأمريكية، وذلك بسبب ميوله الثورية اليسارية في هذا الوقت، وارتباطه بعلاقات مع زعيم الثورة في كوبا فيديل كاسترو وتشي جيفارا، أحد أشد أعداء الولايات المتحدة الأمريكية وقت ذلك، حتى أنه ظهرت مؤخرا بعض الوثائق السرية التي تشرح حالة هيمنجواي المرضية في المراحل الأخيرة من حياته. ومات في النهاية منتحرا بعد أن أطلق على نفسه النار من بندقيته المفضلة بداخل منزله الخاص. يعتقد الكثير من الباحثين أن هيمنجواي كان يعاني من بعض الأمراض الوراثية التي أدت إلى تدهور حالته العقلية والجسدية بمرور الوقت.